مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يلا بينا. سميد ناعم 2 كوب 370 غرام، دقيق 1 كوب 150 غرام، بيكنج باودر نص معلقة صغيرة، خميرة معلقة صغيرة، ملح نص معلقة صغيرة، فانيلا معلقة صغيرة، حلبة معلقة طعام كبيرة 10 إلى 15 جرام، يجب طحنها جيد. هذه هي بعد الطحن، نضعها مع الخليط ونخلط مكونات جيد حتى تنسجم. بعدين وضع زيت نباتي أو زبدة أو سمنة حسب ما أنتوا حابين، أي نوع دهون متوفر عندكم. خلط المكونات جيد، عجن مكونات جيد، بعدين وضع الماء دافئ 2 كوب ماء دافئ إجمالي 400 غرام 2 كوب. نخلط المكونات جيد حتى تنسجم، نترك العجنة ترتاح ساعة حتى تشرب السوائل. بعدين نحضر العسل اللي هو الشيرة تبع الحلويات، 250 غرام ماء تقريبا كوب وشوية، يعني زيادة شوية، سكر نص كيلو 500 غرام، قطعة من الليمون. هذا هي الشيرة كلها، نحرك جيد تقليب جيد حتى يذوب السكر. نوضع قطعة الليمون عند الغليان، انتظر 8 دقائق عند الغليان. بعد 8 دقائق بالضبط اغلق الموقد وهيك بتكون جاهزة. وضع الطحينة على الصينية أو زيت نباتي أو زبدة أو سمنة، أي نوع دهون على الوعاء. نسكب العجنة وبنفردها جيد تكون متساوية. ونزين باللوز أو بالفستق أو أي نوع من المكسرات. بنسخن الفرن من فوق ومن تحت في الرف الأوسط 200 درجة مئوية أو حسب نوع الفرن، يعني حتى تنضج، يعني لازم ترقبوها، يعني ممكن ربع ساعة ممكن أقل ممكن أكتر تاخد. هذا هي شكلها النهائي، بنقطعها مثل ما احنا بنحب، مثلث مربع مثل ما بنحب، وبنوضع العسل يجب يكون بارد. العسل هو الشيرة تكون باردة، والحلبة صينية الكعكة تكون ساخنة. وبنوضع كل العسل اللي عملناه نوضعه عليها، لأنه حتشرب كل العسل. وصحة وألف عافية. وهذه الطريقة الفلسطينية، الحلبة الفلسطينية، وبالجزائر بيقولوا عنها قلب اللوز، بس طريقة الجزائر تختلف عن الطريقة الفلسطينية. وصحة وألف عافية.
اتمنى تشتركوا بالقناة. شكرا كتير لكم، مع السلامة.